كنتفاجئ بان السائق ديالي وقفوا واحد السيد في التشارك، وقفوا تما على اساس انه دير الكلا، وقفوا وطلع له بلاصه في الطوموبيل وعيط على البوليسي بالاسم ديالو، عيط عليه رضوان قال لي تجي تدخل هذا الفوريان. علاش؟ بدعوى انه خرق مقتضيات ديال القرار العاملي القاضي بمنع حمل الركاب من مدينه الدار البيضاء. حنا تفاجئنا، حنا عارفين بان هذا القرار صادر وان النقابات كتطالب به وحنا كنحترموا القانون، لكن المشكل فين كاين؟ المشكل فين كاين؟ بان هذاك السيد اللي كيستغل صفه ضبطيه وكيوقف في الشارع وهو رجل مدني وكيحبس بالسياره ديالو وكيحبس بالسياره ديالو وكيحبس الطاكسيات، كيحبسهم وتيحل ليه الباب وتيطلع ليه بلاصه وكيدعي بان هذاك السيد هز البلاصه من تلقاء نفسه، وهذيك البلاصه اللي كتركب معاه هي ايضا مشاركه مع هذا السيد، هذا مشاركه معاه. وفي نفس الوقت جاء الامن، اتصلوا بالامن، جاء وجات الصطافيط وطلبت من الشيفور الوراق وعطاهم الوراق وهزوه داوه للدائره، داوه للدائره تقريبا واحد ساعتين وما شادينه في الدائره تما، عيطوا للديباناج هز الطوموبيل داها الفوريير، مشينا للدائره باش نستفسروا علاش هذه الواقعه شنو كاين. جاو عندنا الناس شهود قالك حنا كنا حاضرين تما بان هذا السيد راه وقفوا وطلع عليه بلاصه صحه. دخلنا كاملين للدائره، المشكل الكبير ان رئيس الدائره ما بغاش يدير محضر، ساعتين هو شاد الشيفور والشيفور كيقول لي راه طلعوا لي ما بغاش يدير محضر. جاوه تليفونات قدامنا اتصلوا به الناس، كاين عندهم اليد في هذا الشيء. هذيك الكاله اللي مديوره تما السيبه في التشارك، واش هذا الشيء باقي في القرن 21؟ هذا الشيء كاين في عز في الدستور الجديد في التعديلات كاين هذه السيبه هذه، هذا الشيء راه ما كاينش. المشكل انه ملي بغاش يدير المحضر قلنا له اودي انت راه كتخرق المقتضيات ديال القانون المسطره الجنائيه. واش انت ضابط شرطه قضائيه؟ خاصك تلتزم بالحياد وتكون فيك الحياد، فهمتيني؟ تفاجئنا قال لنا ننتظروا، بقينا كننتظروا. مره اخرى تم الاتصالات ديالهم، هو يقول لنا صافي غادي ندير لكم محضر، دخل دار المحضر ولا كيضغط لنا على الشهود، هذوك الناس اللي جاوا بغاو يتعاونوا معنا ويقولوا الحقيقه ضغط عليهم، ولا يقول لهم انتم كتشهدوا زور وانتم غادي نصيفطكم للحبس، وبغى يغلطهم. تقريبا حوالي ثلاث المرات هو تيعاود لهم المحضر، تيتصنت لهم ثلاث المرات هو تيتعدل المحضر عاد وقعوا عليه، حيت كيغلطهم وتيبدل لهم المصطلحات القانونيه باش يبقى دائما صاحب السياره هو الجاني وهو اللي يدير هذه الجريمه وهو اللي هاز هذا الشيء، وحنا كنعتبروه جريمه في حقه حيت هذا اعتراض سبيل المدونه ديال النقل كتمنع هذا الشيء. هذه راه سيبه هذه، واش هو يامر الضابط؟ شكون هو اللي امر الضابط ويقول ليه جي خود له الوراق؟ شكون هو؟ هذا الشيء ما كاينش. حنا كنطالبوا بالمدير الامن باش يفتح تحقيق في هذه النازله ويعرف هذه العلاقات، كيف ما كانت الدوريه ديال السيد وكيل الملك بالعلاقه باش تثبت من العلاقات الناس اللي كيدوروا بالمحاكم بهذوك الخلواضه، بغينا نعرفوا الخلواضه اللي كيعيشوا من النقل وهما في الامن. هذا راه مشكل كبير هذا، واش هما كيستغلوا النقل؟ راه اللهم ان هذا منكر.